اختم معاكم بالهوكي، وعندنا قايمه رامي بدر في الهوكي بتضم القائمة. هو قفل خلاص على 5 في العضوية، رامي بدر وأحمد نعيم عضو وأحمد عطا عضو ومحمد درويش عضو وتامر حسني عضو وهشام عبيد عضو. أجمل ما في قايمة رامي، عشان أنا حافظ الموضوع، إنه كان في الاتحاد اللي فات وكان من الذين يحملون جبهة الإنقاذ، والاتحاد اللي فات طبعا رئيسه قرر ألا يدخل الانتخابات. الرديف يبحث عن دور، رامي يحظى بشعبية كل أصوات اسكندرية ومعاه أصوات القناة وحدوتة كبيرة كده أشرحها لكم، ولكن في النهاية شاب يحمل طموح للهوكي بشكل أكثر من رائع. قصة الإنقاذ اللي أنت اتكلمت فيها دي هي يمكن معلية حظوظه شوية، لأن هو كافح في الفترة اللي فاتت ان هو يثبت لنفسه مكانه، واحنا شجاعه بنحييه عليها ان هو دخل للرئاسه. طيب طبعا في 4 اتحادات نجحوا بالتزكيه، وفي غلق الباب تم منذ ساعات في 31، ومستمرين معكم في جولات انتخابات الاتحاد بمعلومات قويه وشغل اكثر من هاي. والجمعه فتح الباب في اليد، ومنافسه كبيره جدا على فكره، متوقعه برضو 4 او 5 مرشحين في هذا الاتحاد.